نروح بقى نكمل اخبارنا ونروح للاخبار العالميه، اخبار المحترفين تحديدا. يعني تواجد النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول ضمن قائمه المرشحين لجائزه البالندور الكره الذهبيه لافضل لاعب في العالم 2023 للمره الخامسه على التوالي. ما شاء الله. يمكن مجله فرانس فوتبول اعلنت عن المرشحين لجوائز الافضل على ان يقيم الحفل يوم 30 اكتوبر من عام 2023 اللي احنا فيه، ومحمد صلاح ضمن اول خمس لاعبين، اول خمس اسماء مرشحه للمنافسه على الكره الذهبيه. يمكن محمد صلاح ناس كتير او عانى كتير للمنافسه على الكره الذهبيه وكان يستحق مركز افضل في التصويت، لكن لم يحالفه الحظ للفوز بها لحد دلوقتي. يعني اتمنى ان ربنا يكرمه الموسم ده، ولو مش الموسم ده وعنده فرصه كويسه الموسم اللي جاي نروح نشوف تقرير عن محمد صلاح والمنافسه على الكره الذهبيه ونرجع نكمل كلامنا. منذ انضمام الأسطورة المصري محمد صلاح إلى ليفربول الإنجليزي لم يغب اسمه عن الترشيح لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، فمسيرته منذ أول لحظة هي سلسلة اختيارات للمحطة الأصعب، إيماناً منه بحلم كبير يسعى لتحقيقه. وبمرور الوقت ابتدأ الحلم يتجسد إلى حقيقة وتحول إلى واقع نلمسه ونعيشه جميعنا معه، فهو من زرع في نفوس الكثيرين من الرياضيين وغير الرياضيين الأمل على صناعة التاريخ. أعلنت مجلة فرانس فوتبول عن قائمة المرشحين للتنافس على جوائزها بما فيها جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للموسم الماضي، وتواجد اسم الملك المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي في قائمة المرشحين 30 للمرة الخامسة تواليا خلال مسيرته الكروية. وبرز اسم صلاح الذي احتل المركز الخامس في ترتيب الجائزة العام الماضي بعد تسجيله 19 هدفا خلال 38 مباراة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وبدأ الموسم الحالي بتسجيل هدفين وصناعة مثلهما. ضمت القائمة ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين المتوج بكأس العالم وصاحب الرقم القياسي بالتتويج فيها في سبع مناسبات، وظهر أيضا إيرلينغ هالاند الفائز بثلاثية من الألقاب مع مانشستر سيتي، وكذلك كريم بنزيما مهاجم الاتحاد السعودي المنضم من ريال مدريد هذا الصيف والفائز بالجائزة العام الماضي. كما تضمنت القائمة أسماء كيفين دي بروين وبرناردو سيلفا وروبن دياز من سيتي وإلكاي غاندوغان وروبرت ليفاندوفسكي ثنائي برشلونة والحارس المغربي ياسين بونو المنضم حديثا للهلال السعودي قادما من إشبيلية. وسيتم الكشف عن الفائزين بالجوائز يوم الاثنين يوم 30 من أكتوبر في حفل تنظمه المجلة الفرنسية بأحد مسارح العاصمة الفرنسية باريس. محمد صلاح أول وأفضل لاعب عربي في كل التاريخ ترشح لقائمة الكرة الذهبية دون منافس من قريب أو بعيد، لترشحه لحصد الجائزة في خمس مناسبات فهو الرقم واحد الذي يغرد منفردا. كل التوفيق للنجم المصري محمد صلاح اللي بنتمنى له كل التوفيق طبعا في البالندور، ونتمنى ان هو يكون من على الاقل الثلاثه الاول، ونتمنى ان هو في يوم من الايام ياخدها ان شاء الله. يعني